المدينة تعيش ساعات من الصمت والسكون، وقلوب أهلها يملأها الشجن والحزن. إنها مشاهد عصيبة ولحظات أليمة تمنعهم من الوصول إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن حالهم كحال العالم أجمع. أبواب المسجد النبوي تغلق والصلاة فيه تعلق، إلا عن الإمام ونزر يسير من المصلين، ودموع خطيب المسجد النبوي تذرف لغياب حضور جموع المسلمين. وبعد عباد الله، فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله، وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله، وطوبى لمن كان. لقد ضرب وباء كورونا أرجاء العالم، وانتشر فيه انتشار النار في الهشيم، وأصبح الخطر على النفس عظيما. فبعد اجتياحه للمملكة وارتفاع حالات الإصابة به، اتخذت الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة، أولها إيقاف العمرة والزيارة، وحيث إن المسجد النبوي الشريف من الأماكن التي يجتمع فيها آلاف المصلين. فلقد تقرر في العاشر من رجب لعام 1441 للهجرة خفض أعداد المصلين إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك عن طريق إغلاق الحرم القديم والروضة الشريفة، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم المستمرة، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء يوميا. وبعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في طيبة الطيبة، تقرر ولأول مرة في ليلة الجمعة 24 من رجب لعام 1441 للهجرة تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي. فيا الله، أبواب مشرعة أوصدت، ومصاحف كريمة تدثرت، وماء مبارك منه الحافظات أفرغت، وفرش للصلاة طويت، وحلقات للعلم أجلت، وأيد تقم المسجد أوقفت، وطرق المدينة خلت.